حطوا كلهم انهدموا، ما عندنا شيء تراث، عندنا موجودين بالصور موثقين. بس في شخصية بعد فاتن حمامة غارت، نجاة الصغيرة. شلون؟ شلون غارت؟ اتصلت نجاة وقالت بعد أنا مستعدة يعني أعمل حفلة. قلنا لها حيها إن شاء الله وياك. بس نجاة عملت فيني نكتة. شلون؟ طب قبل الحفلة مثل ما عملنا المكثوم عملنا لها حفلة بالجمعية. حلو. تعرف على البنات. ففوجئت في شياكة المرأة الكويتية. كانت أول مرة تي. هاي أول مرة. عبالهم احنا لا زلنا بدو نركب جمال. الساعه ماكو تلفزيون ولا كو شيء. ما في فضائيات. هاي فكرتهم بان احنا لا زلنا بدو. اوكي. لما شافت الحفله جاتني قالت ستلولو اطلب منك طلب. قلت الخير ان شاء الله. قالت انا اروح يوم واحد بيروت اجيب لي فستان، لان الفستان اللي جبته مو مستوى. لا والله. قلت لها ما يصير، احنا بعنا التذاكر. حلو. ويعني انا اعرف الفنانين مالهم، فنانين مالهم امان. اي تروح ما ترد. فقالت لا اقسم لك ان انا اروح الصبح والمساء انا عندك. حلو جميل. انا ذيك اليوم يعني مريضه. اي على اعصابك. على اعصابي. اي ففعلا لما وصلت بيروت ردت كلمتني قالت ترى انا جايه قبل المغرب انا اكون عندك. قلت الله يخليش خليني تعالي بس شوية. وأقمت الحفل يابت لها فستان. حلو. وعملت الحفلة وكانت ناجحة كمان.